معايا اللحظة، هتعيش معايا اللحظة. 21 سنة محرومة يا جدعان. لما تكون محرومة قوي كده هيبقى جواك حاجة واحدة بس، حب وحنين، مفيش أي حاجة تانية جواك غير كده. أنا فهمت دلوقتي ليه ربنا يمكن بعدني عنها 20 سنة على الوطن. وإيه الشعر ده؟ إيه الشعر ده؟ ليه كده؟ 20 سنة عشان يبقى جوايا بقى طاقة إني لغاية ما قلبي بطل ده ونية إنه يعمل حاجة كويسة معاكم. I promise، ده عهد إن شاء الله. زي ما أنا عندي 7 سنين ونفسي، وهو الواحد يمكن بيحاول أو بيبدأ الطريق، الله أعلم إيه اللي هيوصله فين، بس أهو خير وفي البحر، خير وفي البحر، خير وارمي في البحر. اسمع. مش هتعرفوا برضو، مش هتحسوا يعني ايه وطن ويعني ايه حرمان من الوطن، مش هتحسوها. مش مشكلة عادي، بس انا هطلب منكم طلب ان شاء الله بمناسبة رمضان. طبعا كل سنة وانتم طيبين، ده لسه اساسا ما طلعتش، طلعت كل سنة وانتم طيبين. community service عشان تثبتوا للعالم ولنفسكم ولأهاليكم ولأي حاجة يعني، او حتى الواحد هو يبقى يغير من نفسيته شوية، انه النووي اللي جوانا تقدر ان هي تعمل شغل كويس وتساعد غيرها وتتغير للاحسن. طيب الامريكان ما شاء الله، هنا النيبرهود اللي انا فيها دي كل ويكند لازم يعملوا كوميونيتي سيرفيس. المصريين جواهم خير ويقدروا يعملوا اكتر من كده بكتير. السلام عليكم.